بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم إن شاء الله غنشوفه درس جديد من الوحدة الخامسة الأسبوع 23، اللي هو درس الكهرومغناطيسية، الحصة الأولى المغناطيس والبوصلة. نبدأ على بركة الله. الهدفان، أميز بين قطبي مغناطيس، يعني أي مغناطيس له قطبين. أتعرف البوصلة ودورها. ألاحظ، جوبسيرف. نقرأ الوضعية اللي عطينا. لاحظت زينب انحراف إبرة بوصلة عند تقريب مغناطيس منها، فتساءلت عن السبب. أكتب سؤالي وفرضياتي في دفتر التقصي. التساؤل اللي غادي نطرحه هو: لماذا انحرفت الإبرة عند تقريب المغناطيس؟ لماذا انحرفت الإبرة عند تقريب المغناطيس؟ الافتراضات، غنطرحو جوج افتراضات، جوج فرضيات. لأن البوصلة دخلت في مجال مغناطيسي، لأن وقع تجاذب بين القطبين المختلفين لكل من الإبرة والمغناطيس. هادو هما الفرضيات اللي طرحنا. نمشيو لأتحقق. جو فيغيفي، أحضر ثلاث مغانيط وإبرة ممغنطة وأنجز المناولتين شكل واحد. نلاحظ عندنا الحامل، خيط، ومغانط. مغانط هو جمع مغناطيس، مغناطيس أ، مغناطيس دو، مغناطيس تروا. نمشي الإبرة ممغنطة. ماذا نقصد بإبرة ممغنطة؟ إبرة ممغنطة يعني هي تتوفر على قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. جينا ثلاث مغانط معلقة وإبرة ممغنطة فوق محورها. الشمال الجغرافي لو نورد، الجنوب الجغرافي لو سود. ماذا تلاحظ؟ ألاحظ انحراف القطب الشمالي للإبرة في اتجاه الأقطاب الجنوبية للمغانيط. ثانيا، تتكون البوصلة من إبرة ممغنطة وهي عبارة عن مغناطيس. الإبرة الممغنطة هي عبارة عن مغناطيس صغير قابل للدوران حول محور رأسي. يعني الإبرة الممغنطة هي تكون سهلة التحريك، يعني تتحرك بسرعة وبسهولة. فوالا، عندنا هذا هو القطب الجنوبي، القطب الشمالي للبوصلة، القطب الشمالي نور، وعندنا القطب الجنوبي للبوصلة سود. أقرب أحد قطبي مغناطيس من البوصلة، ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن المغناطيس يجذب الإبرة بقطبه الجنوبي. يجذب المغناطيس الإبرة بقطبه الجنوبي. أبعد المغناطيس وأقلب قطبيه، ثم أقربه من جديد إلى البوصلة. أبعد من كان غنبعد المغناطيس وغنقلب القطبي، ثم أقرب من جديد إلى البوصلة. شنو كنلاحظ؟ نلاحظ أنه يجذب المغناطيس بقطبه الشمالي، القطب الجنوبي للإبرة الممغنطة. نلاحظ أنه يجذب المغناطيس بقطبه الشمالي، القطب الجنوبي، للإبرة، القطب الجنوبي للإبرة. هنا القطب الشمالي يجذب القطب الجنوبي للإبرة سيد. أدون استنتاجاتي في دفتر التقصي.
استخلص بواسطة بوصلة أميز بين القطب الشمالي N والقطب الجنوبي S، يعني القطب الشمالي كنرمزو له ب N والقطب الجنوبي كنرمزو له ب S لمغناطيس. تستعمل البوصلة لتحديد الاتجاهات الأربع للأرض، يعني البوصلة لتحديد الاتجاهات الأربع للأرض، يعني الشمال والجنوب والشرق والغرب. أطبق جابلي، أملأ الفراغ بما يناسب من الكلمات لإبرة بوصلة قطب جنوبي جنوبي وقطب شمالي. يجذب القطب الشمالي لمغناطيس القطب الجنوبي لإبرة بوصلة. وهنا قد أنهينا الحصة 1 لدرس المغناطيس والبوصلة. السلام عليكم.